أقدمت البنوك المركزية الروسية والأوكرانية ومن قبلها التركية على رفع أسعار الفائدة في سياق حرص هذه البلدان على كبح جماح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع ومنسوب السيولة، وفي حين ينتظر أن تتخذ مصر أيضا قرارا مشابها في مطلع أغسطس المقبل، فأن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقدم على هذه الخطوة قبل أن يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نظرا لارتباط عملاتها بالدولار. تفشي للفيروس فانتكاسة، فنشر للقاحات، فتحسن في مؤشرات الاقتصادات، فصعود للبورصات، وآخر مماثل لأسعار السلع، فاضطرار لتوجيه بوصلة الفائدة نحو الزيادة، علّه يكون الخيار الأنسب لكبح جماح التضخم. بعد طول انتظار وترقب تتدخل السلطات النقدية إذن، فالبنوك المركزية لا تريد انفلات السيولة والأسعار من عقالهما. مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يعتزم التحرك لمرتين قبل نهاية العام المقبل، وروسيا تقرر ذلك بالفعل، فهي وجارتها اللدودة أوكرانيا تستشعران وطأة التضخم، لتقرر موسكو رفع أسعار الفائدة بواقع 1% وصولا إلى 6.5%. أما كييف فتكتفي بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية وصولا إلى 8%. إجراءات تضمن على الأقل دعم سعر عملتي اثنتين من أهم الدول المصدرة للحبوب. تركيا ترفع في مارس سعر الفائدة من 17 إلى 19%، قرار يغضب الرئيس أردوغان ويدعم الليرة وينتشلها. أما مصر فهي تميل أيضا لزيادة معدلات الفائدة، أمر ينتظر الانتهاء منه في 5 أغسطس. دول الخليج المزهوة بارتفاع أسعار النفط بدأت تستشعر بدورها وطأة التضخم، ولكنها مع ذلك لن تتحرك رسميا قبل صدور قرارات الاحتياطي الأمريكي، فعملاتها مرتبطة بالدولار وبطبيعة الدورة التي يعيشها أكبر اقتصاد في العالم. رفع أسعار الفائدة سيكون شعار المرحلة المقبلة، توجه يعيد جزءا من السيولة إلى الوديعة المصرفية، ويكبح جماح الأسواق المالية، ويهدئ من روع أسواق السلع، ويضمن إعادة الاتزان للاقتصاد العالمي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن نهاد إسماعيل المحلل الاقتصادي. سيد نهاد أهلا بك معنا. يعني في البداية لو بإيجاز، ما الذي يعنيه اقتصاديا رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك؟ لماذا تقوم بهذه الخطوات ومتى؟ سؤال هام جدا. رفع أسعار الفائدة هي إحدى الأدوات الاقتصادية لمراقبة السوق، تهدئة الأسواق، كبح جماح التضخم السعري أسعار السلع، وكذلك التأكد أن العملة تبقى مستقرة ولا تنهار. لذلك مع وباء الكورونا والدعم المالي من قبل الحكومات والبنوك المركزية أدى إلى تواجد سيولة كبيرة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حتى إغلاق بعض الاقتصادات والمصانع أدى إلى نقص في بعض السلع. لذلك المستهلك مستعد أن يدفع أكثر من أجل الحصول على السلع التي يريدها. صحيح. ثم أن هناك أيضا مشاكل تتعلق بالاستيراد والتصدير. إذا كان التضخم منخفض وسعر الفائدة العملة مرتفعة، تستطيع الدولة أن تستورد البضائع من الأسواق الخارجية. طيب سيد نهاد، هذا يقودنا إلى سؤال بأن رفع سعر الفائدة في دول مثل أوكرانيا وروسيا أيضا وهي مصدرة للحبوب، ألا ينعكس على ارتفاع سعر العملة لديها، وهذا يسهم في خفض طبعا سعر الحبوب المستوردة منها؟ نعم يسهم، ولكن هي أيضا تصدر وتستورد. هناك حاجة للتوازن، لكن العملة المنخفضة القيمة رغم أنها جذابة للمستورد الأجنبي، إلا أنها تؤدي إلى ضعف الاقتصاد، ضعف القوة الشرائية الداخلية، وكذلك سهولة الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة. لذلك يجب رفع الأسعار لدعم العملة، جماح ارتفاع أسعار المستهلك، وكذلك عدم إضعاف القوة الشرائية للمستهلك. طيب. هل أحد الأدوات
سيد نهاد، هل نحن بصدد تغيير هذه السياسات النقدية في العالم نحو مزيد من التشدد؟ كما ذكرت لموضوع ضبط إيقاع الأسواق، أيضا السيولة الفائضة، وهناك حديث عن هذه السيولة التي تسللت إلى ملاذات استثمارية عالية المخاطر. نعم نعم، الآن نحن نمر في حالة عدم اليقين بسبب عودة انتشار فيروس الكورونا ومتحور الدلتا. لا أحد يعرف ما سيحدث بالضبط، ولكن الحكومات أن تراقب وتسيطر على أسعار لإدارة الاقتصاد وتهدئة الأسواق. الآن الأسواق تمر بحالات مضطربة جدا، ودول الخليج تنتظر ماذا سيحدث في المتحدة. هناك اجتماع للاحتياط الفدرالي، الاحتياط الفدرالي المركز الأمريكي ليقرر ما هو العمل. هناك دول تتحمل معدل تضخم مادي 5% أو 10%، لكن الدول الغربية مثل أمريكا بريطانيا الاتحاد الأوروبي لا يحتمل أكثر من 2 أو 3%. طيب سيد نهاد، كيف يمكن أن تؤثر أو يؤثر رفع أسعار الفائدة على الأسواق الصاعدة؟ وتعلم جيدا بهذه الأسواق بأنها تراقب بقلق، خاصة أن الأغلب منها يواجه تباطؤ في وتيرة التعافي الاقتصادي، وخاصة الآن بسبب جائحة كورونا. تتأثر سلبا لأنها تعتمد على القروض الخارجية والمساعدات الخارجية. إذا ارتفعت أسعار الفائدة معنى خدمة القروض وخدمة المديونية ستكلف أكثر. لذلك طبعا هي مشكلة عامة للدول العالم كلها، ولكن لحسن الحظ لم تصل الدول التي تم ذكرها في هذا البرنامج، البرازيل، تركيا، أوكرانيا، روسيا، إلى معدلات الفاشلة في التضخم مثل زيمبابوي، عدة آلاف في المئة يصل، وقيمة العملة تقريبا يعني آلاف لتصل إلى دولار. يعني هناك تفاوت كبير بين الدول، ولكن الدول الناشئة تستطيع من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تحصل على قروض مسهلة وأسعار فائدة قليلة. لكن الوضع الاقتصادي الحالي غير مستقر ومضطرب بسبب حالة عدم اليقين. عبر سكايب من لندن، نعم، أستاذ نهاد إسماعيل المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.